اغرسي اليوم شجرة تنم في ظلها غدا، هو الحال بغابة سعيدية بتيبازا. هذه العملية أشرفت عليها محافظة الغابات ممثلة في مقاطعة الغابات القليعة، حيث أننا قمنا حاليا بغرس حوالي 650 شجرة. هذا لهدف إنجاح العملية مع إعطاء الأولوية للجانب التوعوي والتحسيسي بأهمية الشجرة في حياة المواطن. أمن ولاية تيبازا يعني على غرار هذه الحملة قامت بعدة حملات أخرى على مستوى المقرات الأمنية وكذا خاصة أحياء الشرطة لقصد غرس عدد كبير من الأشجار. ولترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة تم إشراكهم في العملية. اليوم جينا باش نغرسوا الشجرة على خاطر الشجرة هي الرئة الثالثة للإنسان. حافظوا على المستقبل تاعنا ونحافظوا على البيئة باش تعطينا الأكسجين وذبي كل جمعة نجي نغرس لهنا. في هناك حكمة يقولون بناء البشر قبل بناء الحجر. حصة تستبق الخيرات تحت إشراف قناة القرآن الكريم نظمت مبادرة غرس أكثر من 600 شجرة، حوالي 650 شجرة، وهذا بالتعاون مع ولاية تيبازا وأعوان الدرك الوطني والأمن الوطني. الأكسجين عنصر هام بالنسبة للإنسان، نتكلموا على الإخدرار عنصر هام للجزائر. فلنحافظ على الثروة الغابية لننام في ظلها غداً.